هي جيتي من عندهم. تفضل تفضل. يلا. ابو مصطفى الحلاب هذا سمام بالابون. عرفه؟ تفضل. يلا. عرفه؟ نعم. قال لي هذا الرجال ما عليه حكي. نعم. بس عيلته انه منزع وشايف حاله. وبعدين ما بيتديان. ما بياخذ على الدفتر يعني. بيشتري الغرض بيدفع حقه فورا. هلا انا بيهمني بيدفع حق الغرض ولا ما بيدفع حق الغرض، انا بيهمني اخلاقه، مسموعياته، ممشاه، على مين بيلفي. ليش بصلتك محروقه يا خانوم؟ جايكي بالحكي. اللهم صلي على النبي. شو اسمه هذا اللي ساكن بحاره الطنابير؟ ايه تذكرت، ابو شهاب. سمعنا عم نحكي انا وابو مصطفى، قام عرفه. قلنا لك عرفته هذا، كان ساكن عنا بالحاره، ليش عم تسالوا عنه؟ قلنا له شغلة خطبة ما خطبة. قام قلنا اوعكن اوعكن، هذا متجوز وعنده ولدين مدري ثلاثة. شو هالحكي؟ متأكد؟ سماء تعي اسمعي. مو معقول امي، مو معقول ابدا، اكيد اكيد مخربطين. الله العليم هو نفس الشخص. مو اسمه فرحان عبد الكريم؟ هذا موظف بالطابو وكان وكيل معلم. بلا، بس اكيد اكيد مخربطين. مو اساسه من حمص هو؟ بلا، بس هو مو متجوز امي، هو ما قال لي. يعني هيك شو على نياتك؟ يعني اذا كان متجوز رح يجي يقول لك انا متجوز. قل لي شو قالوا كمان تارك مرته؟ قالوا لي انه انتقلوا من الحاره من شي سنه، بس وعدني انه يسال لي وين صفيت اراضيهم هلا. ليش سمان الابون شو قال لك؟ سمان الابون ما ذكر لي انه متجوز، ما جاب سيره مرته. بركي تاركين بعض، بركي حاططها بحمص. شفتي لك بنتي؟ شفتي شو فايدة السؤال؟ قعدتي تقلي لي امي انت دقة قديمة، انا بعرفه ما في لزوم نسأل عنه. لو نحن ما سألنا عنه منين كنا بدنا نعرف اذا متجوز ولا مبطق على قلبه انت كمان؟ امي طيب بركي هو ولكن لك فكري عمو، انا بخليهم يجيبوا مرته لهون لحتى لا نظلمك ولا نظلمه. يا اخي وطوا صوتكم شوي بدنا نعرف ندرك. وينك؟ أنا برجع وبدقلك وبقلك شو صار معنا. كتر خيرك. لا بدنا نصرفه. قال لا تفوت بين القبور ولا تشوف منامات وحشي. لا فعلا كتر خيرك. ايه ماشي، مع السلامة. لك سماء، لك سماء، اسمعي يا سماء. شوفي امي، مو داري لك المنظوم مقضي محكومية سنة بسجين عدرا. منين جبتي هالخبرية كمان؟ لك شو منين جبتها؟ امتى يصير عم تحكي على غير عباية قدام ابن عمتها؟ لك هذا اللي سكروا له محله التموين لأنه مخالف وحبسوه شهر بسجن عدرا. عم اللي عرفته عرفته، كنا سوا بالقاوش وياما طابخين جزمز. وليش حبسوه؟ قال امتى يصير راح ترجع تتصل بابن عمتها وتجيب لنا كل شيء عنه. حرام عليكي امي، كم تهمة صرتي تهمتي؟ متجوز ومحتال وصاحب ثوابت، والله على العصابة تبعك شو بدها تجيب لك أخبار كمان؟ لا يا، هلا أنت يصير أبو محمود وأم خالد ورويدة خانهم صاروا من العصابة تبعي، لك بنتي لو ما كانوا محبين ما كانوا اهتموا، منين بدها تجيني كانت تولى هنا الإخباريات وأبو محمود عم يسعى ليشوف مرته؟ هلا كلنا بنشوف المية بتكذبه للغطاس.